السيدات السادة الأعزاء، منذ شهر آذار وحتى الآن كما تعلمون إن جائحة فيروس كورونا تحتل المرتبة الأولى في مناقشاتنا في جميع اجتماعاتنا الحكومية، ولكن نحن بذلنا وما زلنا نبذل قصارى جهودنا والتركيز على الشعارات الأساسية والتدابير والإرشادات الأساسية من أجل مكافحة هذا الفيروس، ألا وهي استخدام الكمامات والنظافة الشخصية والمسافة والتباعد الفيزيائي واتباع الإرشادات الطبية. أما أهدافنا فهي الخروج بأقل الخسائر من هذا الفيروس، لذلك اتخذنا جميع التدابير والاحتياطات اللازمة منذ أول يوم للجائحة حتى الآن، كما راعينا جميع القطاعات الاقتصادية وقمنا بتقديم الدعم للحرفيين والمهنيين وتأجيل الديون وتقديم القروض لكل من يحتاج ووضع جميع إمكانيات الدولة تحت تصرف المواطنين للخروج من الظروف التي أجبرتنا هذه الجائحة بأقل الخسائر. وبحمد الله رويدا بدأت الأعمال في الأماكن وورشات العمل، وبدأ المهنيون والحرفيون رويدا بالعودة إلى أعمالهم. وفي الفترة المقبلة سنقوم باتخاذ بعض التدابير والاحتياطات أعلن عنها الآن. يوم الغد سوف نقوم بإجراء القرعة لتعيين عدد من المواطنين في المؤسسات والقطاعات العامة. منذ الآن أبارك لهم جميع أعمالهم. منذ أول يوم للجائحة قمنا بتقديم 6 مليارات دولار إلى العائلات والأشخاص الذين يعانون من عدم العمل أو أجبروا على الجلوس في المنازل في فترة مكافحة هذا الفيروس، كما قمنا أيضا بتقديم القروض إلى الشركات وورشات العمل والمستثمرين ورواد الأعمال وتقديم الدعم أيضا لهم من أجل عدم تسريح عمالهم. هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني من أجل متابعة العائلات، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لمختلف فئات وأطياف المجتمع، وبإمكان هؤلاء المواطنين أيضا وعبر صفحات ومواقع الإنترنت بتقديم طلباتهم إلى منظمات المجتمع المدني.
تعاني دول عديدة أيضا من هذه الجائحة، وقمنا نحن كجمهورية تركية بتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة، وتعد دولة العراق الجارة أيضا إحدى الدول التي عانت وما زالت تعاني من هذه الجائحة. سوف نقوم بإرسال حملة مساعدة ودعم وإغاثة تشمل المستلزمات والاحتياجات الطبية. السيدات السادة الأعزاء، إن مكافحتنا لفيروس وجائحة كورونا داخليا لم يمنعنا من تقديم الدعم للدول الأخرى، فهذه الجائحة أثرت على دول عديدة. لربما بعض الدول استطاعت السيطرة على هذا الفيروس، ولكن الآن دول كبيرة في امتحان صعب أمام هذه الجائحة. واستمرار هذه الظروف الصعبة يؤثر بشكل كامل علينا، حتى ونحن مسيطرين على الفيروس، لأن هذا الفيروس أثر على العالم بأكمله. الجمهورية التركية نجحت في هذا الامتحان، ولكن تعلمون بأن الاقتصاد مرتبط ببعضه البعض في جميع أنحاء العالم. إن تجربة كانت رائدة في جميع القطاعات في مكافحة فيروس كورونا. دول متقدمة ومتطورة عانت وما زالت تعاني من هذه الجائحة. أما الجمهورية التركية وباعتمادها على نفسها بشكل كامل، حتى لم نهمل الحياة الطبيعية. قمنا بافتتاح العديد من المشاريع التنموية في دولتنا، بالإضافة إلى افتتاح مستشفيات ومراكز طبية لتقديم الدعم والعناية الطبية لجميع من عانوا. لم نهمل القطاع الخاص أيضا، وركزنا على زيادة فرص العمل وتقديم جميع الحوافز للمستثمرين الداخليين والوطنيين بغض النظر عن مشاريعهم، من أجل تقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للقطاع العام. ونحن متفائلون وآملون بأننا نمتلك إمكانيات وقدرات تؤهلنا للخروج من هذا الامتحان وتحقيق أهدافنا هدفا. نحن نطلب ونرجو من جميع أطياف شعبنا، وخصوصا في هذه الفترة الصعبة، أن يصغوا إلى جميع التعليمات والإرشادات، وأن يقفوا مع بعضهم البعض جنبا إلى جنب من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا. وبهذه الوسيلة أشكر جميع أطياف شعبي فردا على التزامهم في الفترة الماضية بالتعليمات والإرشادات. السيدات السادة المواطنون الأعزاء، كما تعلمون للجمهورية التركية مواقف مشرفة في جميع القطاعات، ولكن تعالوا مع بعضنا البعض، وخصوصا ما تعرضنا له في 7 سنوات الأخيرة. أعتقد بأننا حققنا نجاحات وقفزات نوعية. اعتبارا من عام 2013 تعرضنا لحملات عارية من الصحة،
نظرا لما حققناه من نجاحات وقفزات. أما الأهداف فكان تركيع تركيا ووضع شعب تركيا تحت أمر هذه الفئات التي حاولت إحاكة المؤامرات، ولكن بفضل فراسة شعبنا وقوة حكومتنا لم ينجحوا. واعلموا بأن هؤلاء يعملون ليلا ونهارا دون كلل وملل في جميع الأنحاء من أجل تركيع تركيا ونجاح هذه المؤامرات، ويستخدمون جميع الأساليب من الأساليب الإرهابية إلى استهداف اقتصادنا إلى التحول من أجل الحركة داخل المؤسسة العسكرية، ومن ثم كانت المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة. ولكن فراسة وقوة شعبنا أفشلت هذه المؤامرة كما أفشلت المحاولة الانقلابية، ولكن هؤلاء لم يقفوا وما زالوا يقومون بالصيد في المياه العكرة وإجراء محاولات وادعاءات وحملات عارية من الصحة. وبحمد الله وبفضل فراستكم أيضا لقناهم درسا ولم نعطي لهم الفرصة من أجل نجاح مؤامراتهم. وبفضل تحالفنا مع حزب الحركة القومي أيضا، وخصوصا بعد المحاولة الانقلابية العسكرية الفاشلة، كانت بمثابة الصفعة لكل أعداء تركيا ومن قام وما زال يقدم الدعم لهذه الفئات. بهذه الوسيلة وبهذا التحالف مع حزب الحركة القومي، أقدم تحياتي إلى زعيم حزب الحركة القومي دولة باهشلي وجميع منسوبي هذا الحزب. هؤلاء الأعداء والفئات التي قاموا بتقديم الدعم لها يستهدفون التجربة الناضجة لديمقراطيتنا، ولكن نحن نقبل جميع الانتقادات البناءة. ولكن هؤلاء لا يعلمون النقد البناء، على العلم من أننا نطلب منهم الجلوس على طاولة واحدة من أجل مناقشة هذه التجربة، ولكن ما يطلبونه هو مغاير ومخالف لثقافتنا وديمقراطيتنا وجميع التجارب الديمقراطية الناضجة في العالم، وهي لا تقف إلى جانب العدالة والحق، على العكس تماما. هنالك إيديولوجية لهم يتبعونها، المصالح الشخصية، تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة ووضع العراقيل أمام جميع النجاحات والقفزات النوعية التي حققناها. ولكن لن نترك ولن نسمح لهؤلاء بالنيل من عزيمتنا ومن أهدافنا. كان آخر هذه الحملات ما قامت به بعض المنظمات والنقابات، وفي مقدمتهم نقابة المحامين والمنسوبين إلى هذه النقابات، واتباع حملة عارية من الصحة. ولكن نحن نتبع جميع الخطوات الديمقراطية ووضع جميع منظمات المجتمع المدني والنقابات تحت تصرف وخدمة مواطنينا، ووضع جميع القوانين ومسودات هذه المشاريع تحت سقف مجلس الأمة التركي.
وبسرعة سنقوم بمناقشة هذه المسودات وإصدار القوانين التي تلائم شعبنا. السيدات السادة الأعزاء، إن جميع أطياف شعبنا يرجون ويتمنون من الحكومة إصدار القوانين التي تلبي احتياجاتهم. بالطبع نحن نعلم بأننا مسؤولون بخدمة هذا الشعب، ونحن غير محصنون، بل نحن نقبل دائما المساءلة والمحاسبة من جميع أطياف شعبنا، وهذا هو الشعار الأساسي الذي وضعناه نصب أعيننا. لذلك نعتمد التشاور والشورى في جميع أوامرنا وجميع اجتماعاتنا، ونقف دائما إلى جانب الحق والعدالة، ونسعى دائما لإزالة جميع المشاكل والعراقيل التي تعترض مواطنينا أو تقف عائقا أمام تحقيق النجاحات والمشاريع الخدمية شعبنا. لا نريد من هذه الفئات الوقوف إلى جنبنا، ولكن عدم التعرض ووضع المشاكل والعراقيل أمامنا، وخصوصا في تحقيق الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا في عام 2023. نحن نمتلك الإمكانيات والطاقات التي تؤهلنا لتحقيق أهدافنا هدفا تلو الآخر. نحن نمر مع جميع دول العالم في فترة صعبة جدا، ونعلم بأننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم. كانت الشفافية شعارنا، ونقوم بعرض جميع برامجنا على شعبنا برنامجا. لن نسمح لأي أحد بالنيل من أهدافنا وعزيمتنا. نمتلك مشاريع كبيرة ولا نصغي إلى هؤلاء. هنالك بعض الفئات من تستهدف عزيمتنا ووضع المشاكل والعراقيل أمامنا واستهداف وطنيتنا، لأن هؤلاء موجودون ومنذ عقود طويلة، ولكن نحن يقظون ونعتمد على فراسة وذكاء شعبنا في إفشال جميع هذه المؤامرات، ونعلم بأن شعبنا قوي ويقظ، ولا يمكن له أن يقبل أي خطأ، ونعلم بأن هذا الشعب يعلم شريعة الله سبحانه وتعالى ويعرف طريق الحق والصواب. مؤامرات استهدفت اقتصادنا من الألف إلى الياء، ولكن الجمهورية التركية قادرة وتمتلك قوة وإمكانية قادرة على إفشال هذه المؤامرات، ونمتلك إمكانيات وواثقون من هذه الإمكانيات، كما يقول الشاعر محمد عاكف بأن لا قوة قادرة على استهداف وطنيتنا وعلى استهداف استقلالنا واستهداف ديمقراطيتنا. السيدات السادة المواطنون الأعزاء، السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، إن الصحة هامة جدا، ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم دون أن يعيش مواطنوها في صحة جيدة. لذلك لا يمكننا القبول بوضع القطاع الصحي تحت إمرة أي أحد يهدد هذا الشعب أو يهدد هذه الدولة، ولن نغض الطرف عن أي خطأ، وخصوصا في مجال صحة مواطنينا. بنينا وما زلنا نبني في القطاع الصحي، واستثمرنا
العديد من المشاريع. الآن الاقتصاد أيضا يحتل مرتبة كبيرة. إن شعبنا ضحى بكل ما يملك من أجل دعم هذه الدولة أرضا وشعبا. في هذه المرحلة إن الواجبات والمهام الملقاة على عاتقنا هو تقديم الدعم لجميع أطياف شعبنا وخصوصا العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية، ونعلم بأن تأمين الظروف والأجواء السليمة واجب ومهمة ملقاة على عاتق هذه الحكومة. نشكر كل من ساهم وقام بالإصغاء إلى جميع الإرشادات والتوجيهات التي أصدرناها منذ بداية هذا الوباء والجائحة إلى الآن. أما الآن فكما قلنا انتقلنا رويدا رويدا من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية وبناء الاقتصاد مرة أخرى. كانت جميع المؤشرات الاقتصادية وخصوصا في شهر حزيران يونيو سليمة، وحققت رقما قياسيا بالمقارنة مع الشهور الماضية، وكانت المؤشرات التأمينية ومؤشرات الاقتصاد بشكل عام حققت أرقاما قياسية بالإضافة إلى زيادة فرص العمل، وجميع الطاقات جميع الطاقات الاقتصادية، وحتى كان هنالك زيادة في استخدام الطاقة والتيار الكهربائي بنسبة 26%، كما حققنا نجاحات نوعية أيضا في مجال الصادرات، وكان هنالك زيادة بنسبة 25% أيضا في هذا المجال في شهر حزيران يونيو، كما هنالك مشاريع أيضا أمامنا، وإن شاء الله سنقوم بزف البشرى في القطاع السياحي والقطاع الاقتصادي أيضا. مرة أخرى أؤكد على نقاط هامة جدا. إن الجمهورية التركية جزء لا يتجزأ من العالم، لذلك التدابير والاحتياطات التي اتخذناها لا تكفي إن كانت هنالك دول تعاني من ضعف في الاقتصاد أو من عدم اتخاذ تدابير واحتياطات للحد من خطورة هذا الوباء وهذه الجائحة. نحن نثق بجميع الإمكانيات والطاقات التي نمتلكها، كما نثق بطاقات وعزيمة شعبنا. نحن مصرون وعازمون على تحقيق جميع الأهداف التي وضعناها نصب أعيننا، ودحر جميع الأعداء والفئات التي تريد إحاكة المؤامرات ووضع المصائد أمام الجمهورية التركية، ودائما نتطلع إلى تحقيق الأفضل، سائلين الله التوفيق والنجاح لنا ولكم. وفي نهاية حديثي وبهذه الوسيلة أتمنى أن تكون الاجتماعات الحكومية دائما وسيلة خير وسلام تعم على هذه الدولة أرضا وشعبا، وأحييكم مرة أخرى بأجمل وأحر التحيات.